هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول للنصارى إخواننا بحجة الله العافية قوله وإلى عاد أخاهم هودا؟ تقول للكافر يا أخي أخاهم، يعني في النسب ما هو في الدين، لأن الله يرسل الرسل من القبائل لأجل أن يتقبلوا منهم، لأنهم يعرفونهم ولا ينكرونهم، فهو أخوهم في النسب لا في الدين. نعم.